على تواجدكم معنا، وخلونا نروح لزميلنا أمير هشام على طول برضو علشان نطمن منه عن البعثة. أمير لبس الجاكيت، يبقى التمرين الظهر ما كانش لابس الجاكيت، دلوقتي لابس الجاكيت، وبالتالي أمير هيقول لنا بقى إيه اللي حصل كالعادة الحقيقة طول النهار النهاردة، وإيه اللي حصل لغاية دلوقتي. اتفضل أمير. تحياتي ليك في البدايه كابتن اسلام، وتحياتي لنهواند ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني يوم كان هام جدا لبعثه النادي الاهلي، وكان مليء بالاحداث المهمه، بدايه بالمسحه اللي اجريت في تمام الساعه 11 ظهرا او صباحا، ومرورا بمواعيد الغداء والفطار والغداء، وايضا المحاضره اللي كانت مهمه جدا من خلال كابتن سامي قمصان وايضا مستر بيتسو موسيماني عن طريق الفيديو كونفرنس، لان هو لسه معزول في الغرفه الخاصه به، واخيرا المؤتمر الصحفي واللي تلاه مباشره مران النادي الاهلي الاخير على ملعب النهيان، ملعب نادي الوحده، واللي هيستضيف هذه المباراه غدا باذن الله في تمام الساعه 8:30 مساء بتوقيت ابو ظبي، 6:30 مساء بتوقيت القاهره باذن الله تعالى. لكن رغم كل الظروف، وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه يا كابتن اسلام ونأكد عليه بشكل كبير جدا جدا، رغم كل الظروف اللي بيقابلها النادي الاهلي، الا ان في حاله تفاؤل كبيره جدا وحماس بشكل ملحوظ على جميع افراد البعثه. الكل مترقب ومتاهب للمباراه، اللاعبين طبعا منتظرين جدا المشاركه في المباراه دي، وعارفين كويس قوي ان هم بيلعبوا باسم النادي الاهلي، عارفين كويس ان بكره باذن الله واحد احد هيكون متواجد عدد كبير من جماهير النادي الاهلي. مش هنكون بنبالغ لو قلنا ان الاستاد اصلا ساعته 11,000، ممكن تلاقي من 8 ل 9,000 متفرج او مشجع اهلاوي، ومش مشجع بس، ده مشجع ومتحمس لفرقته كالعاده، رغم ان هو ملم بكل الظروف والاصابات والغيابات اللي احنا بنشوفها للفريق، وسوء الحظ الملحوظ جدا اللي بيواجهه النادي الاهلي. لكن حاله التفاؤل دي اكيد بتدي دوافع معنويه مهمه جدا، بخلاف اللاعب الاساسي واللي مش هيغيب عن النادي الاهلي بكره، هو جمهور النادي الاهلي اللي اكيد هيكون ليه يعني دور فعال ومهم جدا في تحفيز اللاعبين في مباراه هتكون مهمه جدا امام فريق مونتري المكسيكي. باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، في استراتيجيه معينه، في تكتيك معين هيلعب بيه الجهاز الفني في مباراه بكره، في بعض التعديلات او تعديل واحد في التشكيل المتوقع بالنسبه للنادي الاهلي من غير ما نتطرق ليه، لكن بالتحديد بعد اصابه عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي اللي بنتمنى له يا رب الف سلامه، هيكون في تعديل في الجزئيه دي، هننتظر ونشوف هيبقى القرار الخاص ايه بمستر بيتسو موسيماني وكابتن سامي قمصان. لكن النهارده خلال المران كده، هو المران بالمناسبه كان خفيف شويه، يعني ما فيهوش اي نوع من انواع التدريبات البدنيه او تدريبات قويه، زي ما انت عارف طبعا كابتن اسلام المران اللي بيبقى قبل اي مباراه بيبقى مران خفيف وبعض تدريبات الكره، لكن في النهايه كان في تقسيمه جرب فيها الجهاز الفني اكتر من حل بخصوص وسط الملعب، يعني بدل كام لعيب كده بيجرب يشوف مين اللي يكون افضل يعوض غياب عمار حمدي الغياب المؤكد، والمن الواضح ان هم خلاص بشبه يعني شبه استقروا على البديل المناسب في هذا المركز، او قد يكون تعديل مش لاعب مكان لاعب مباشره، تعديل في الشكل او لاعب يكون في مكان اخر ويرجع في نص الملعب، يعني هنشوف ايه اللي هيحصل في الجزئيه دي تحديدا، وهنعرف التشكيل قبل المباراه بكل تاكيد بساعه. لكن كل افراد البعثه متفائلين جدا. كابتن حسن حمدي النهارده وتواجده واصراره على التواجد في مقر اقامه النادي الاهلي جه من القاهره مخصوص لابو ظبي علشان يآزر الفرقه وعشان يدعم البعثه بشكل كامل، هيكون متواجد بكره الكابتن حسن حمدي ايضا في المباراه هيحضرها، وتواجده اكيد شيء مهم. كابتن حسن حمدي من يعني رؤساء النادي الاهلي التاريخيين اللي الاهلي في عهده شاف انجازات وبطولات عديده جدا جدا جدا، فايضا ده دافع من الدوافع المهمه واللي بتدي ايحاء للاعبين، او يعني بتدي مؤشر للاعبين على مدى اهميه المباراه ومدى الثقه الملقاه في اتجاههم حتى في ظل الظروف الصعبه اللي بيواجهها النادي الاهلي. معناها لما تلاقي مثلا كابتن حسن حمدي موجود، كابتن محمود الخطيب من الوارد جدا هو يكون متواجد بكره، كل اعضاء مجلس الاداره بالمناسبه يعني موجودين، كابتن حسام غالي نجم كبير ايضا موجود عضو مجلس الاداره. ده معناه ايه؟ لما انا اكون لاعب في النادي الاهلي وفي ظروف كتير وهلعب المباراه، يعني ده معناه ان في ثقه فيا وفي ثقه في كل زمايلي ان احنا باذن الله نأدي مباراه كبيره، وده اللي بيفكر فيه اي لاعب اهلاوي، فكلها امور
جيده ومباشره. لو هنتطرق شويه لفريق مونتري المكسيكي النهارده، اكيد عرضتوا لقطات للمؤتمر الصحفي الخاص باجيري المدير الفني. الراجل تطرق بشكل كبير جدا لالمام ومعرفته بالكره المصريه بحكم أنه هو درب منتخب مصر في فتره من الفترات، ومعرفته بالاهلي وبالزمالك واللاعبين وكلام من ده، بس هي كلها تصريحات استهلاكيه. ومن خلال يعني ما قعدت كده في المؤتمر الصحفي بتاع اجيري شويه، الراجل مش عارف الاهلي هيلعب ازاي، ومش عارف الاهلي تشكيله هيكون ايه، لسبب بسيط قوي. اولا غيابات عديده للاهلي، وكل الغيابات عناصر اساسيه، فبالتالي العناصر اللي هتلعب بكره مبهمه نسبيا بالنسبه له. ده ممكن يكون سلاح مميز جدا جدا عند النادي الاهلي، من الممكن ومن الوارد استغلاله بشكل امثل يقدر يخلينا نتخطى هذه العقبه. امير لو تسمح لي في النقطه دي، امير عندي سؤال ليك تحديدا. تماما امير، اتفضلي اتفضلي. لان النقطه دي انا كنت عايزه اسال، احنا كنا بنتناقش انا وكابتن اسلام، ما اعرفش انت سمعتني ولا لا، على فكره كنا بنشوف هنسالك ولا لا يعني في قصه كابتن محمود الخطيب. بس على كل حال كمان هنتطرق لدي، بس اللي يهمني كمان دلوقتي بما ان انت ذكرت الفريق، يمكن فعلا دي تبقى نقطه قوه لينا احنا، بس على الصعيد الثاني طمنا، لان مهم قوي. انا دايما بحب اسالك السؤال ده لما بيكون معانا موفد يعني لقناه الاهلي، الحاله دلوقتي المعنويه والدعم المعنوي، اعتقد الفريق في حاجه يعني كبيره لهذه النقطه، وهي نقطه مهمه جدا. خلينا او انقل لنا النقطه دي تحديدا، والاجواء عامله ازاي، والحديث مع الناشئين والثقه، يعني محتاجين نعرف ده منك برضو يا امير، اتفضل. سؤال مهم جدا يا نهاوند، وبالتحديد السؤال ده انا سالته النهارده في المؤتمر الصحفي الكابتن سامي قمصان، وايضا لرامي ربيعه كابتن النادي الاهلي. لان من الطبيعي جدا جدا ان اي لعيب في النادي الاهلي لما يشوف كم الظروف اللي بتحصل وكم الاصابات معنويا هيتاثر، اي بني ادم ده امر طبيعي جدا. فانا كان سؤالي للكابتن سامي قمصان، قلت له يا كابتن انتوا دلوقتي ازاي هتقدروا تخرجوا اللاعبين من الحاله دي ومن الظروف دي، وتهيئوهم نفسيا، لان هم فعلا محتاجين تهيئة نفسية مناسبة وتأكيد على قدرتهم في الفوز. إزاي هتقدروا تتعاملوا في الملف ده، وخصوصا بعد ما الظروف اتصعبت أكتر وأكتر بإصابة عمار امبارح، لأن عمار كان جزء مهم جدا جدا في خطط موسيماني في مباراة بكرة. فكان رد كابتن سامي قمصان واضح جدا، ان هم بيشتغلوا من بدري على الجزئيه دي وعلى الغيابات دي، وازاي ان هم يقدروا يهيئوا اللاعبين نفسيا لخوض اللقاء، ازاي ان هم يبثوا روح الثقه في لاعيبه النادي الاهلي اللي هتشترك في المباراه او في القائمه بالكامل اللي موجوده، علشان يقدروا يأدوا المطلوب منهم، ويقدروا ان هم ينزلوا بكل ثقه، وبالتالي يقدروا يجوا بالنتيجه اللي بيرجوها طبعا كل اهلاوي موجود في كل انحاء العالم. فكان في عمل شاق وجهد كبير من الجهاز الفني والاداري ايضا، والكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا كان ليه دور كبير جدا بحكم خبراته في ملف زي ده. واقدر اكد لك يا كابتن اسلام، واكد لك يا نهاوند، ان هم نجحوا بنسبه كبيره جدا جدا في تهيئه اللاعبين للمباراه بالشكل الامثل، وباذن الله هنشوف الاهلي بكره بشكل يبسط يا رب ان شاء الله الاهلي، رغم المامهم بكل ما يحيط بالفريق. طيب يا امير، قول لي برضو، انا عايز اعرف الكابتن خطيب بكره، لان انا عارف ان هو النهارده هيكون متواجد في الامارات. الكابتن خطيب بكره هيكون متواجد مع الفريق؟ يعني حتى الان ما فيش اي تاكيدات بخصوص الجزئيه دي، لكن من الوارد جدا الكابتن محمود الخطيب يكون موجود. ولو كابتن محمود الخطيب موجود في الامارات فطبيعي، احنا عارفين كابتن محمود ما بيأثرش ابدا مع الفريق، وهمه وشغله الشاغل هو فرقه النادي الاهلي او النادي الاهلي بشكل عام يعني. فطالما هو موجود في الامارات، من المؤكد، مش عايز انا اكد، بس من الوارد جدا ان هو يكون موجود في الملعب يعني، عشان يأزر اللاعبين، ودوره هيكون مهم جدا، ودافع دايما بيكون مهم بالنسبه للفريق في اي تحديات كبرى أو حتى تحديات أخرى يعني، بيبقى موجود بيدي دوافع ممتازة ومهمة أوي في توقيتات زي دي. وبالتحديد يا كابتن إسلام، وأنت من اللعيبة التاريخيين في النادي الأهلي واللي أحرزت بطولات عديدة، لو تفتكر في 2006 مباراة الصفاقسي لما تعادلنا 1-1 في نهائي أفريقيا، كان الكابتن حسن حمدي في التوقيت عنده إصرار أنه يسافر مع البعثة لتونس رغم الصعوبات، ورغم أن كانت فرص الأهلي قليلة، لكن دور كان مهم جدا من رئيس النادي الأهلي أنه هو يروح للعيبة يقول لهم لا إحنا لسه عندنا نقدر نجيب البطولة ونقدر نعدي، وفعلا قدرنا نجيب البطولة في بطولة تاريخية بالنسبة لنا بهدف أبو تريك. نفس السيناريو بيتكرر مع نجم كبير وأسطورة كبيرة زي الكابتن محمود الخطيب، أكيد دوره هيكون مهم جدا ودافع هو ده المعهود يا كابتن اسلام، هو ده اللي احنا متعودين عليه طبعا، والمنتظر كمان جماهير النادي الاهلي. على كل حال احنا بنشكرك جدا يا امير، وانت شكلك شويه تعبان فنام بقى عشان انت لسه عندك شغل طبعا.
عنه. يوم بكره صعب كمان. تغطيه ويوم طويل جدا، ربنا معاكم ان شاء الله. داخل على الاثنين هنا دلوقتي، فالموضوع صعب شويه، كنت مستنيكم عشان نطلع نطمن جماهير النادي الاهلي. طبعا طبعا مهمه جدا. خلاص يا سيدي، اصل انت مصر كلها مستنياك، الاهلاويه كلهم مستنيينك دلوقتي، فمعلش اسهر شويه. اشكرك يا امير، شكرا ليك على التغطيه الرائعه، وزي ما حضراتكم عارفين اكيد تغطيه قناه الاهلي بتكون مع حضراتكم لحظه بلحظه عشان تنقل الصوره حيه اكيد لحضراتكم يعني.